السلام عليكم الغزالات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم الغزالات ديالي غادي نشارك معكم كيف ما كتشوفوا معايا هنايا بيتزا بالفرماج، كتجي رائعه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكتجي هشيشه وتقدروا يعني تطويها، ولا تقدري يعني كتبقى رطبه ومحمره في نفس الوقت، كتجي رائعه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، كملوا معايا لا فيديو، شوفوا المقادير وطريقه التحضير، ومرحبا بكم معايا. ديالي غندوزو المقادير على بركه الله. انا درت هنا زلافه ديال الفورس، غادي نضيف عليها معلقه كبيره ديال الزيت البلديه، هاد العجينه البنات ما تحتاجش انك تدلكيها بزاف، غير عجنيها مزيان شويه على ما تدخل فيها الخميره ديالنا وصافي. غادي نضيفو معلقه صغيره ديال الخل، وغادي نضيفوا لها حفينه ديال الزعتر، وهي من الاحسن الا درنا الزعتر بزاف كتجي زوينه، حيت ما غيكونوا فيها لا خضر لا حتى شي حاجه، غتكون غير بيتزا بالفرماج وصافي. نزيد شويه الزعتر، تقدروا ما ديروش الزعتر في الطحين، ديروه مع لاصوص الا بغيتوا. انا كندير في بجوج، كندير في الطحين في العجينه وكندير في لاصوص. وحاولوا ما امكن البنات تعزلوا الزعتر يكون مزيان بلدي كما كنقولوا، ما نديروش كاين واحد الزعتر ما فيهش الريحه، وملي كيبدا يطيب كيطلق واحد الريحه خايبه. غادي نضيف معلقه صغيره ديال الخميره، غير صغيره، صافي. من بعد ما كيكون الماء ديالنا بطبيعه الحال غلا، وغادي نضيف الملحه. من بعد ما كيكون الماء ديالنا غلا كنخلطوا العجينه ديالنا. المهم الغزاله ديالي ها نتوما معايا، غادي نضيف الملحه على حسب الذوق، وما تنساوش بلي ان حتى الفرماج يعني راه كيكون مالح، عندكم ميزانكم كما كنقول. صافي الغزالات ديالي، دابا الماء ديالنا كيفما كتشوفوها هو سخن، ما تخليهوش يسخن بزاف، المهم يكون دافي، راكم عارفين دابا الحال بارد، خاص شويه عفوا كنقيس الكاميرا، خاص شويه يكون الماء دافي. ومن الاحسن البنات خذوا الطاسه ولا الاناء اللي غتجنوا فيه، حاولوا ديروا طاسه من الاحسن باش تغطوها بالمغطيات ديالها، تسدوها وعاد ديروا عليها فيطه ولا شي حاجه وخليوها في الكوزينه باش كتجمع السخونيه. ملي يعني كنديرو غير في بانيو كنديرو كيس بلاستيكي وكنديرو من فوق منو الفوطه، على من الاحسن كنفضل هاد الطريقه هادي. وهاد العجينه البنات كتجي غزاله، يعني كتطلع يعني ما كتحمرش لينا العجينه، وفي نفس الوقت هي طايبه ومفشفشه كتجي غزاله. الصراحه كنت ورثها لي واحد بنت عمي من العائله، وجربتها من نهار درتها قسما بالله الا كتصدق غزاله، وانا متاكده ملي غتجربوها غادي تنال الاعجاب ديالكم. حاولوا ما نخليوش العجينه ديالنا قاصحه، وفي نفس الوقت ما تكونش العجينه خفيفه. بالنسبه للقياس ديال الدقيق، انا درت زلافه يعني على حسب ثلاثه الاشخاص، تخرج لي جوج بيتزات على حسب المقله ديال الحرشه، جوج بيتزات. صافي الغزالات ها نتوما كتجي بهاد الشكل خفيفه. دابا غادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح، ها
هانتوما كيف ما كتشوفوا دابا غادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح. هانتوما راه انفوا تشوفوها بدات كطلع، يعني غير من هنايا عفوا غير من هنا راه غادي يبان لكم ملي غادي تبدا تخمر. وهي حداكم في المطبخ على ما تكملوا الطبقه ديال المكونات. دابا غادي تشيو معايا الغزالات ديالي باش نوجدوا لاصوص ديالنا. وصافي البنات، بالنسبه لاصوص انا غادي ندير عفوا غادي ندير 5 ديال الحبات ديال مطيشه غير صغار، حيت البيتزا ديال الفرماج ما كتحتاجش اننا نديرو لاصوص بزايد بحال البيتزا اللي كنديرو بالليغوم ولا بلي فروي دو مير. انا هنايا لاصوص البنات كنديرها بقشورها باش كتبقى لي داك الحموريه، واللي عنده لاصوص واجده هذيك المعلبه افضل، يعني غادي تطيح القضيه سهله كما كنقولوا. وجربوها وردوا عليا، انا متاكده بلي غتنال الاعجاب ديالكم. انا كنت درتها من قبل درتها مي ما صورتهاش، بارطاجيتها غير مع العائله في الواتساب وكلشي عجباتو سولني عليها. وكنت وعدت واحد الصديقه ديالي باش غادي نديرها في لاباج وفي نفس الوقت تشوفوها حتى نتوما، علاش لا، الواحد يفيدوا بعضياتنا. واي حاجه بالنسبه للناس اللي عندهم شي وصفات ولا شي افكار ولا اي حاجه يعني كيعرفوها ما يبخلوش علينا بها، يشاركوها معنا، يكتبوا لي في لي كومونتير الجديد شنو كيديروا وشنو كيعرفوا ونفيدوا بعضياتنا. وصافا الغزالات ديالي دابا انا غادي ندير شويه ديال الماء، ماشي بزاف باش ما تجيناش جاريه. كما كتشوفوا قد هذا القياس، ما ندير لها لا عطريه لا حتى شي حاجه حتى نردها طيب، عاد غادي نضيف لها التوابل. وصافي الغزالات ديالي انا طحنت الاصوص، راه غادي نديرها في المقله ديالي باش تطيب. وغادي نضيف ليها شويه ديال الزيت البلديه. صراحه انا في البيتزا كتعجبني زيت البلديه، يعني البلديه عفوا، يعني شحال ما درتو كتجي زوينه. غادي نضيف الملح وغادي ندير فيها غير شويه ديال الابزار. الفلفل الاحمر طبيعة الحال، صراحه انا ما كنديرش المطيشه ديال الحك، كتعجبني بحال باغي في لي بات، اما عندي في لاصوص ديال البيتزا يعني واخا ما تكونش ماشي مشكل، يعني حيت لاصوص يعني كتجي دارقه ما كتجيش باينه، ماشي ضروري اننا نزيدو، يعني كنعطيكم الحوايج اللي بساطين ونقدروا اننا نديروهم يعني في متناول الجميع، حتى واحد ما يتحرم. حاجه كنشوفوها كتبان صعيبه وما غاديش نلحقوها، ولا جينا نشوفوا المكونات ديالها وعرفنا كي نديروا نصاوبوها بطبيعه الحال حنا غادي نعرفوا كيفاش نفرحوا وليداتنا وما نحرموش نفسنا في نفس الوقت. غادي نضيف ليها الزعتر حتى هي، الزعتر كيجي زوين البنات، يعني انا البيتزا كيعجبني فيها الزعتر. منقي بطبيعة الحال خصو يكون كيكونو فيه بعض المرات واحد العويدات ضروري خصنا نشوفوهم. وصافي الغزالات ديالي غادي نخليها دابا تغلي، مكنخليهاش حتى كتعقد، غير شوية لما كنحس بيها بات كتشرب راسها وكنطفي عليها. وهاد لاصوص البنات يمكن لكم تحتفظو بيه في الثلاجة حتى الوصفة واحدة أخرى إن شاء الله، يعني ما كيوقع له حتى شي حاجه.
صافي الغزالات ديالي دابا العجينه ديالنا هانتوما راه ضعفات. وبالنسبه للفرماج اللي كندير انا هذا النوع هذا صراحه كيجي معلك كيعجبني بزاف، وكيف ما كتشوفوا كيتحتاج في اي حاجه بغيتو ديروها. هذه فيها كيلو، ها هي فيها كيلو ب 50 درهم، يعني زوينه وصراحه يعني راه كدوز، ماشي قليله. دابا غادي نطلق العجينه ديالي بالدلاك، غادي نرش سطح العمل وبالنسبه للقياس اللي درنا البنات ديال الزلافه كيف ما قلت لكم كيدير لنا جوج بيتزات. نحاول نحيد من هذاك الفائض باش يزول داك النفس. وهاد العجينه البنات راها كتزيد تطلع، غادي نحاولوا ما امكن اننا نديروها من تلقوها بالدلاك نطلقوها تكون رقيقه شويه حيت غتزيد تنفخ لينا. غادي نقسم العجينه ديالي على جوج، بسم الله تحكوش عليا راه قلتها من قبل نمشي سحبت لكم عاد قلتها دابا كيف ما كتشوفوا غنقسمها على جوج. وبالنسبه للفرماج البنات ما كنحكوش، حتى كنحكو انا مباشره فوق البيتزا حيت عارفين ملي كتكون الحراره ديال المطبخ كيتقلص الحجم ديالو ما كيبقاش كما هو. هانتوما البنات شوفوا الزعتر كيعطي واحد المنظر زوين بزاف، صراحه انا كيعجبني الزعتر، جربوها وردوا عليا انا متاكده غادي تعجبكم. وحتى الشكل ديالها كتجي هائله وكتجي رطبه، يعني تقدري تلويها طويها كما درتي لها كتبقى. وصافي دابا غادي ناخذ اللاطه ديالي، غادي ناخذ الطاجين كيف ما كتشوفوا هذا ديال الحرشه، غادي ندير فيه شويه ديال الزيت الروميه وغادي نهز العجينه، نحاولوا نزيدو نسرحوها هكا شويه بيدينا. وغادي ناخذ فورشيط وغادي نتكتكها هكا، عطيو لوليداتكم الا كانوا وليداتكم حداكم هما اللي يديروا هاد العمليه هذه باش يبدلوا شويه الروتين ويحيدوا عليهم داك الملل ديال الحجر الصحي المنزلي اللي جالسين فيه، حيت الصراحه النفسيه ديال الوليدات مأثره بزاف بهاد الاجواء. ونطلبوا من الله الخير ان شاء الله الى تبعنا الحجر الصحي ديالنا ما يكون غير الخير. وصافي دابا غادي ناخذ الصوص ديالي، ما تخافش كل هذه الشوكه، هذه الشوكه على الاكله.
بالنسبه للناس اللي كتعجبهم لاصوص يقدروا يديروا طبقه غليظه ماشي مشكل، يعني ماشي غير غادي تلحسوها في العجينه تجي شويه ديال لاصوص ماشي ما تجيش، مي انا كنفضل بالنسبه لي انا يعني تجي غير هكا. حاولوا ما نخليو حتى شي فراغ. دابا غادي نحك الفرماج نحلوها، المهم انا غادي ناخذ غير الكافي ومن بعد غادي نقطعها طرونشيات هكا، وكل طريف غادي نديرو في ميكاب باش ما يضيعش، كل مره غادي نبقى نجبدو كله باش ما يضيعش لينا. صافي دابا غادي ناخذ الحكاكه وغادي نحك الفرماج هكا، وغادي نكون شاعله الفرن من قبل باش دغيا كطيب لينا. نحاولوا نقيسوا الجوانب حتى هما، المهم الكميه المناسبه كل واحد وجهده على حساب المستطاع كيف ما كنقولوا. غادي نسرحها هكا وصافير زيت ديالي. دابا غادي ندخلها كيف ما كتشوفوا، غادي ندخلها للفران وترجعوا معايا باش نشوفوا الشكل النهائي، وغادي نكمل الكريصه الثانيه اللي بقات لينا. وهانتوما معايا هانتوما غزالات كيف ما كتشوفوا، دابا هي في الفران كيتنفخ داك الفرماج. سكت اولدي، كيتنفخ داك الفرماج كيف ما كتشوفوا. انا ما خديتش نزيد نقرب على حساب الكاميرا. صافي غير شويه وغادي نهبطها طيب من التحت يتحمر داك الفرماج غير شويه من التحت، وغادي نقدموها في نتوما غزالات ديالي كيف ما كتشوفوا. انا خرجت البيتزا ديالنا من الفران، غادي نقرب لكم باش تبان لكم مزيان. هانتوما شوفوا من التحت راها طايبه ولكن ما كتحمرش، يعني واخا تبقى شحال ما بقات في فوق في الفران ما كتحمرش. صافي البنات دابا انا غادي نقطعها باش نديرها في صحن التقديم، وهانتوما معايا مازال سخونه الصراحه. داك الجراره كتنفع. هانتوما غزالات كيف ما كتشوفوا معايا، كتجي رائعه. وكيف ما نتوما شفتوني راني طلقتها بدلاك رقيقه وهي زادت. هانتوما تقدري طويها تقدري كيما درتي، هانتوما محمره يعني كتساعد، والعجينه ديالها ما كتهبش يعني واخا تبقى حتى لغد ليه العجينه ما كتهبش. هانتوما الفرماج كتجي هائله البنات، كنتمنى الاعجاب ديالكم. الغزالات ديالي هذه هي النهايه ديال لا فيديو ديالنا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ويمكن لكم ترافقوها بصلصات الكاتشوب ولا باي صلصه مايونيز ولا اي حاجه كتبغيوها. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.